دقيقة 91 استطاع النفط أن يخطف نقطة ثمينة من النجف. نعم، يعني بالمجمل أنا أعتقد ثلاث نقاط للنفط بصراحة بهذا التوقيت، يعني كما فعل القرمة بصراحة بهذا التوقيت، وخسارة للنجف بصراحة، الفريق اللي الكل يجمع بأنه يعني استقطب لاعبين من العام الفائت، هو مركز رابع وفريق يعني أثبت خاصة بفترة الانتقالات الشتوية العام الفائت، فريق مختلف تماما بلاعبيه، بجودة لاعبيه، بعطاء لاعبيه، الأداء الجماعي للفريق اليوم. نعم ما شاهدت المباراة أنا بصراحة، ولكن أعتبرها ثلاث نقاط لفريق النفط في بداية المشوار أن يتعادل بهذا الوقت بالتحديد أمام فريق النجف في ملعب النجف. متوقع النتيجة بالنسبة لكم كابتن؟ والله على طول هم شوف النتائج بين النفط والنجف على طول متقاربة، على طول مرات يعني يتقدم الفريق وإحنا شفناها العام النجف في هذه النسخة والاستقطابات والنجوم يوحي لك لأنه فريق داخل بقوة، هو فعلا يعني عنده نجوم على مستوى عالي ونتائج ودعم متواصل وفريق يعني جاهز، يعني خصوصا الفينش ماله كان قوي في الموسم الماضي، إنه تعرف هذا بداية إكمال، والفريق يعني ما فقد لاعبين كثير، يعني يمكن فريق من الفرق اللي يمكن اكثر استقرارا، يعني موجود محمد قاسم وبعض اللاعبين الممتازين المحترفين ايضا، فاعتقد انه النفط ايضا يعني حافظوا على لاعبيهم، جلبوا بعض اللاعبين يعني اللي خصوصا سامي هن من كربلاء، وعندك سامسون هذا المدافع ثبت على بعض اللاعبين، ستر ياسين وكثير من اللاعبين اللي وحافظوا على مثل جاد الله وحسام جاد الله وبعض اللاعبين، فاعتقد يعني النفط ايضا يعني يمكن راح يكون ايضا يعني تعرف النفط يحافظ على الخانه الوسطى. نفط البصره يحقق العلامه الكامله.